ما تدين وتدان، فرضت بالك يا داك الانسان، راه خلاوها الناس اللوالة، ديرها في الرجال والترجاع، وديرها في النساء ولا تنساها. بعد المرسول مخبل الخوت هو باش غنبداو لكم هاد القصة. فندخلوا للمسقي واللي ما كيعجبوش ينعطيو المسلوق ونرويو لبلو الحكاية. السلام الخوت، كالعادة راكم عارفين القواعدات، كوانو الكيد والظلام. ما تنساو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعوة زينة مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء، اللي ديما كنحيوهم من هاد الكوان. تحياتي لكم الرجال، هذا ما كان على شران. نبداو. هذا فايق مع الصباح باش نمشي للمحكمة. انا خدام في المحكمة، داك خونا اللي كيقول محكمة حنا كنسميه حاجب المحكمة. المهم داك اللي كيقول محكمة من اللي يدخل القاضي، والناس اللي كيكونوا في القاعة كينوضوا وراه هو انا. داكشي علاش عدي بزاف ديال القصص اللي تنقول لكم، قصص من خماج الوقت وصاف. غنعاود لكم اليوم هاد القصة. المهم كيف قلت لكم، نط مع الصباح باش نمشي لخدمتي، كان ديما معايا واحد الدري كان خدام معايا. كنا كنخدمو في الارشيف اللي ما كيكونوش الجلسات، وبحال اليوم عندنا الارشيف خصني نمشي باش نقاد شي دوا. صافي وصافي، راكم عارفين الارشيف راه واحد لاكاف، راه اللهم بارك، راه شاد لتحت ديال المحكمة كامل. قضايا من ديال 1950 كاينين تمايا في الارشيف. ما عليناش، تلاقيت زكريا. زكريا هو الدري اللي خدام معايا، تلاقيتو جالس قال لي على سلامتك با صالح. قلت له الله يسلمك. قلت له مالك عاود تاني عقد ديك الغباشه؟ قال لي والو، غير شي مشاكل مع المدام وصافي. زكريا تزوج هي مؤخرا واحد 3 شهور هادي. الاول المشاكل بداو عندك وانت مازال ما حطيتي الترج ليك. قال لي واش غدير، راك عارف النساء على قل من هي حاجه كيديروا لك فيها من الحبه قبه. قلت له لا ماشي كلشي، راه عادي، راه كتبغي تفشش عليك شويه. قال لي والله يديك تفشش عليا، انا راه ماشي ديال هادشي. قلت له شتي ما دير، انسان سالي داكشي وصاوب لينا واحد زوج كيسان ديال القهوه. ناض فعلا داكشي اللي دار من جابهم، هو يقول لي ما حدنا كنشربوا هاد القهوه. عاود لي على الجلسه ديال البارح، اشنو وقع فيها مازال؟ قلت له الجلسه ديال البارح والله القسم الا قصه واش من قصه. قال لي عاود لي الله يحفظك. قلت له واخا نتالي قهوتي ونعاود ليك. قال لي تاش من عاود لي دابا. قلت واخا سيدي، القضية البارح راه واحد القضية غريبة ومشكرفة نوعا ما. المهم بلا ما ندير لك السسبانس غندخل لك في المسكي. واحد السيد هو ومراتو كانوا ساكنين في واحد البلاصة ساحلية، يعني واحد البلاصة قراب للبحر. هاد السيد هذا شنقول لك، على حسب ما عاود وعلى حسب ما شفت حتى انا، الزين سبحان الله العظيم، طولة وتجريدة كان بيكيس. المهم خونا كان مدوز حياته طول في عرض، اللي كان باقي سيلي باطير. كان إلى ما تصاحب يتصاحب مع شي 30 بنت ولا 40 على حسب ما قال هو. وفعلا كان خونا عاطي اللين، كان في دربهم هو الميور. المهم واحد المرة قرر أنه يتزوج، طلع له داكشي الحرام في الراس. قال صافي راه نجبع راسي ونتزوج، راه هادشي ما دايم مشو الدنيا هادي وما تعرف الوقت وقتاش تخطفك. ملي طاحت عليه هاد الفكره ديال الزواج، تزامنات مع الرحيل ديال شي ناس جاو سكنوا حداهم.
هاد الناس هادو عندهم واحد البنيه كانت في السن ديال الزواج، هي ما كانتش شي بنيه زوينه، وانما المهم كان عندها حقها في الزين، غير هو كانت ظريفه بزاف، كانت حشوميه. وهاد خونا هذا بحال هادشي علاش كان كيقلب، حيتاش عرف الشكل والنوع ديال النساء. صافي قال خصني نتزوج بشي وحده اللي تكون حشوميه وداخله سوق راسها، وداكشي اللي كان بدا كيحوم من جهتها ملي ما بغاتش تعطيه لا نمره لا والو. صافي تما السيد طاح، قال بلي طاح الحك وصابط هاد البنت منها انخلاق. واحد النهار غيوقفها قال لها غير صبري نهضر معاك عافاك. قالت له واخا قول لي شنو بغيتي. قال لها بنت الناس انا راه ناوي الحلال. قالت له شوف ولد الناس، الا كنتي ناوي الحلال راك عارف الدار. هذه هي الهضره اللي شاركت معاه، وفعلا داكشي اللي دار. فاتح والديه في الموضوع، مو كانت معكسه لي شويه، قالت له واي ليش بغيتي هذيك، انت راه تقدر تجيب ما احسن منها. المهم بزاف د الخرطي بحال هكا. خونا قال لا سمعي الوالده، انا هذيك من انخلاق، هذيك السيده هي اللي بغيت. المهم مو ما كان عندها ما دير، فعلا مشاو معاه يخطبوا، دازت الخطوبه مزيان. تا والدين دوك الناس كانوا دراوش، الله يعمر لهم الدار. هادشي على حساب ما قال هو. ايوا من بعد الخطوبه داروا باللي العرس غيديروه من بعد واحد 6 شهور بما يوصل الصيف. فعلا داكشي اللي كان. خونا بقى اون كونتاكت مع خطيبته، وكان غادي وكيزيد يتغرم بها. وصل وقت العرس، عرسو تفرتكات الجقله دامرتو. ايوا صافي، مسكين دا مسكينه وهناو المدينه. زواجهم كان غادي مزيان، غير هو الاولاد ما كانش رازقهم بهم الله في داك العام الاول بعدا. ولكن في العام الثاني حسات مراتو باللي راه واقيله حامله، الشي اللي خلاها تقول له عافاك انا راه غنمشي ندير التيست. قال لها صافي سيري. كان فرحان، ايوا اختنا مشات خرجت باش تمشي دير التيست ديال الحمل. ولكن الغريب في هذا الشيء هو انه ما رجعتش، علما انه الفرماسيان كان غير حداهم. ملي خونا شافها تعطلات خرج باش يمشي يشوف واش باقا في الفرماسيان ولا لا. دخل عند مولات الفرماسيان قال لها واش ما جاتش عندك واحد المراه شنو بغات شنو بغات. قالت له هي راه جات خضات من عندي داك ديال التيست وديما رات في حالاتها. قال لها ما عرفتيش فين مشات. قالت له لا. ايوا خونا تلفات له القرده كيصوني على مرتو، تليفونها مطفي. او شنو واقع واش هاد البلان الخامج، مرتو من عويده ما كطفيش اي التليفون. هنا خونا بدا كيتنكر، شداتو ديك التنكره الخايبه. قال اش غندير ما ندير، ربما تكون عند والديها. والديها كانوا حتى هما غير في واحد السيكتور قريب ليه. قال بلا ما نصوني ليهم في التليفون نمشي نشوف ديريكت شنو كاين. فعلا مشى دق الدار، حلات له نسيبتو الباب. قالت له مرحبا ولدي. كتسنى بنتها باش تدخل، ولكن بان لها بلي جاي غير بوحدو. انا غادي تعجب وهي تقول له فين هي فلانه. قال لها وراه داكشي علاش جيت خالتي، بغيت غير نسولك راه خرجت من الصباح وما رجعت. قلت له كيفاش خرجت وما رجعت. قال لها خرجت مشات غير الفرماسيان. قلت له شو بغات الفرماسيان. قال لها غير شي دواء كان ضر راسها. قلت راه نمشي نجيبو، بغاش يقول لي هذاك الشيء ديال الحمل وداك البلان. قال تيتاكد بعدا. ايوا هنا غتنوض قربالة. او فين مشات هاد المراه؟ ما بدات كتصوني ليها با كذلك والميتل خوها والو، التليفون عم طفي. المهم قال لهم قبرها هي في راسكم، انا نمشي نشوف الدار ديال الوالده لعل وعسى تكون تما كاين. وفعلا داكشي اللي كان، مشى وصل دارهم دق. خرجت لامه قالت له مرحبا ولدي مرحبا. ضربات حتى هي على الباب زعما كتسنى مرتو تدخل معاه. قالت له واش ما جاتش معاك مرتك؟ قال لها لا الوالده، وراه ليا علاش جيت نسول واش ما جاتش لهنا. قالت له لا وليدي ما جاتش لهنا.
انا بدا كيحكي لي اشنو وقع. قال لها بلي راه خرجت باش تجيب شي دواء من الفرماسيان ومن تما راه ما رجعت شي. دابا راه اكثر من 4 السوايع. انت راكي عارفه الوالده الفرماسيان راه غير حدا الدار. قالت له اش نقول لك اولدي، الله يدير شي تاويل الخير وصاف. وانا راه قلت لك من الاول ديك البنت ما صالحه عليك شي. انا قال لها الوالده شوفي راه ماشي وقت هاد الهضره، الله يرحم ليك الوالدين. قالت له انا غير كنقول لك وصاف، واش دابزتو ولا شنو؟ قال لها الله يهديك الوالده، انت عارفه كي دايره شروق. شروق كاع ماشي ديال المدابزه، وكتسمح ديما في حقها. كنتعصب عليها وما كنخلي ما ندير، وما عمرها ردت عليا الكلام. قالت له علاش شنو زعما اش تكون مشات عند والديها؟ قال لها راه مشيت عند والديها وما كايناش. قالت له فين غادي تكون غبرات؟ كتعرف شي وحده في صحاباتها؟ جاوبها قال لا لا الوالده ما كنعرف حتى شي وحده من صحاباتها، واصلا شروق راه ما عندهاش الصحابات، انت راكي عارفه كيف دايره. هنا بدا كيزعو تاني التليفون باش يصوني لها، ولكن والو، تليفون طافي. هنا مو غتقول له واخا ما عديش معاها ما عدي ما ندير، كتبقى مراتك. صبرا ولدي مشي نلبس عليا جلابتي ونخرج نقلب معاك. فعلا داكشي اللي كان، دخلت امو مشات تلبس عليها الجلابه، خرجات وخرجوا بداو كيقلبوا قلبوا السكاتير اللي كاينين تما سيكتور بسيكتور. والو خدنا ما بانش لها الاطار بحال الا تشقت الارض وبلعاتها. من بعد ما تركلو مزيان قال راه نمشي نرجع للدار نسابي، دار والديها، لا على وعسى نلقى شي خبيره تما كاين. ملي رجع لتما لقى والديها يلا دخلوا حتى هما، كان شي كيتسنى الخبيره من شي. ما مع شافتو قالت له ام درا ولدي كاين شي خبار؟ قال لها ورا داكشي حتى انا علاش جيت نسولك خالتي، عييت ما نقلب والو. قالت له حتى حنا راه عينا ما نقلب والو، التليفون والو مازال طافي. هنا خونا غيقرر يقول لهم الحقيقه. قال لهم اش نقول لكم، انا راه مرتي مشات دير التحليله ديال الحمل. قالت له ما ويلي يعني غادي تمشي للابوراتوار؟ قال لها لا راه واقيلا راه فرماسيان لاش مشات تجيب غير ديك اللعيبه. قالت له ولكن هذيك اللعيبه راه ما كتكونش دقيقه في داكشي ديالها في الريزلطه، تقدر تكون مشات للفرماسيان ومن بعد مشات لشي لابوراتوار. هنا خونا غتقول له طرن في الراس. قال واقيلا تكون نيت مشات للابوراتوار، راه نمشي نشوف لابوراتوار ياك ما جات عندهم شروق. وفعلا قصدوا لابوراتوار وسولوهم، قالوا لهم بلي راه السيده كيف دايره كيف دايره. قالوا لهم اش نقول لكم، حنا راه حنا خصنا السميه والكنيه. عطاوهم السميه والكنيه وفعلا لقاوها بلي جات تما ودارت التحليله. انا راجلها غادي يقول لهم عفاكم بغيت نشوف الكاميرات ملي خرجات فين صدات بالراس. فعلا هما كانوا مسجلين التوقيت اللي دخلت عندهم بالضبط، ردوا الكاميرات لذاك التوقيت وفعلا بانت ليهم دخلات دارت التحليله وخرجات وهي تركب مع واحد مول الطاكسي. هذاك مول الطاكسي ملي شافوا راجلها في الكاميرات ضرب على النمره ديال الطاكسي وصدق كيعرف مولاها. قال الحمد لله بعدا راس الخيط راني شديتو، غنمشي نسول بعدا هاد السيد هذا لعل وعسى نشوف فين داها. فعلا داكشي اللي كان، مشى للمحطه ديال الطاكسيات وبدا كيقلب على ديك الطاكسي حتى لقاها. هنا مشى عند مولاها قال له عافاك نسولك سيدي الله يجازيك بالخير. قال له ايه مرحبا. قال له واحد السيده راه هزيتيها من حدا لابوراتوار الفلاني، فين ديتيها؟ خونا بدا كيفكر. قال له واش نقول لك اولدي، راه كنهز بزاف ديال الناس علاش قدي نعقل واش على هذا ولا ذاك. قال له غير تعقل معايا الله يرحم ليك الوالدين. وبدا كيفكر مول الطاكسي هو يقول له ياه كاينه، زيت واحد السيده من حدا لابوراتوار. اوا مشينا وزيت ناس اخرين. ايوا وديك الصبحيه يا لطيف درت واحد الكسيده انت شوف البارشوك ديال الطوموبيل راه كاع طايح عندي. قال له ياك ما وقعت شي حاجه للناس؟ قال له لا لا، راه واحد خونا واحد البروش معلق بلاكه 90
ضرب واحد الفران على غفله وانا ندخل فيه من اللور، وديك الساعات راه نزلوا الكليان كاملين واللي منهم هاد السيده اللي قلتي حتى انت. ولكن ملي نزلوا انا ضربت على ديك السيده ملي خلصاتني، كانت خلصاتني في زوج بلايص، خلصاتني على بلاصتها وعلى بلاصه واحد السيده كانت لابسه النقاب، ومشاو بزوجهم مشاو ديريكت لجيت المحطه ديال الكيران. هذا رد عليه وقال له ما شتيهمش واش ركبوا في شي بلاصه ولا شي طاكسي، راك عارف المحطه ديال الكيران راه حدا المحطه ديال الطاكسيات. قال له لا ولدي ما نكذبش عليك، داكشي اللي شفت راه هو هذا. وزيد انا باش رديت البال غير حيت خلصاتني في زوج بلايص، وكانت ديك المراه المنقبه كتسناها، ما راه ما غاديش نرد ليهم البال كاع انا، حيت راك عارف كنت داير ديك الكسيده وكنت واقف في وسط الطريق. المهم كان عقلي مشطون، قال له واخا الله يرحم ليك الوالدين. هنا غيقصدوا ديريكت المحطه ديال الكيران. المحطه ديال الكيران كانت محطه وكان برا ديالها كاينين الطاكسيات، محطه ديال الطاكسيات كبيره. قال الله يا ربي الله منين غادي نبدا. هنا مشى لعند واحد المحل، محل كان كبير كانوا عندو الكاميرات. دخل عندو قال له اسمح لي يا سيدي عافاك. قال له مرحبا شنو يحب الخاطر؟ قال له قصدك والمقصود الله، الله يرحم ليك الوالدين تعاون معايا. قال له ايه مرحبا الا كانت في الاستطاع. انا وراه التصويره ديال مراته وقال له كنقلب على هاد السيده راه خرجات وما رجعاتش. الطاكسي اللي جابها قال لك راه حطها هنا، بغينا غير نشوفوا الكاميرات شوفوها فين مشات. قال له ايه مرحبا الله يا ودي، قول لي غير الوقت. انا قال له الوقت ما بين كذا وكذا. وفعلا ردوا الكاميرات وهي تبان لهم كاينه نيت مع ديك السيده اللي كانت لابسه النقاب. هنا خونا غيتلفت عند نسيبته قال لها واش شروق كتعرف شي امراه لابسه النقاب؟ عندها شي صاحبتها منقابه؟ جاوبته ما وقالت له لا ولدي ما عرفتش، الا كانت كتعرف شي وحده انا راه ما فراسي شاي. المهم بقاو متبعين الكاميرات، تبانت ليهم بلي راه شدات طاكسي ما دخلاتش هي المحطه، شدات واحد الطاكسي اللي كيديو من مدينه لمدينه كيكونوا قبلت المحطه، وهاد الطاكسي كان كيدي لواحد المدينه اخرى لا داعي لذكر الاسم. المهم ملي مشاو كيسولوا على داك مول الطاكسي لقاوه بلي مازال ما جاش. نسولوا عليه الامين ديال الطاكسيات، قال لهم هاد السيد راه مازال ما رجعش من الكورصه اللي دا. انا بداو كيساينوه شي ساعه الا ربع تقريبا هو داخل. مع دخل وقفوا عليه كيقباض العمر، انت هو فلان؟ قال لهم ايه هو انا. قالوا له الله يجازيك بالخير، راه ديتي واحد الكورصه فيها واحد المراه هي وواحد السيده راه لابسه النقاب. قال لهم ايه ديتهم. قالوا له فين ديتهم؟ قال لهم ديتهم للمدينة الفلانية. أنا خونا غادي يقرر باش يمشي، يمشي يقلب على مرتو في ديك المدينة. المهم مو نسيبتو قال لهم نتوما دابا ما كاينلاش تمشيو معايا، أنا راه غادي نمشي، إذا كانت شي حاجة بيناتنا التليفون. مو وموت مات مرتو نسيبتو. قالوا له لا والو نون كحل العيون نمشيو معاك. قال لهم الله يهديكم، انا راه غنمشي ماشي باش نتفسح، انا راه غادي نقلب عليها ونصدقها مجرجركم معايا، مازال الا تجرجرت انا راه راجل وقاد نتمشى. المهم بزز باش قنعوهم ردهم في حالاتهم هو يدي ماري هو لديك المدينه. من بعد ما عرف الكوان فين نزلوا عرفوا من مول الطاكسي اللي داهم. المهم خونا غادي يشد الطاكسي وغادي يسافر لديك المدينه اللي كانت بعيدة تقريبا مشي 90 كيلومتر على المدينة اللي ساكن فيها. الطريق كامل هو كيفكر شنو مشى دير تما وكيفاش وعلاش. المهم يغطم طرقة في الراس والراس واحد، اما التليفون كل دقيقة يهز ويبدا يصوني، ولكن والو تليفونها كان مقطوع عليه الحس كان طافي. بدا كيتسائل مع راسو كيفاش خبات عليا هاد البلان ديال الصفر، شكون هي هاد السيدة اللي مشات معاها. مهم خونا ترون طريق كامل وهو كيفكر. في الطريق قدام داك مول الطاكسي قال له انا غنخلص لك الروسيطه ديالك كامله، داكشي اللي بقى عليك في النار انا غنخلصو لك، غير يلا معايا دي هاد الاجر
دار غتكون كتعرف المدينه تما كيف دايره وكتعرف صحاب الطاكسيات اللي غيتعاونوا معانا. المهم قال له واخا اللهم يسير. كان خلى الطاكسي ديالو تمايا في البارك ومشى معاه. الوقت كانت مشات وكانت وصلت شي 8:30 ديال الليل. كان كيقول يا ربي غير ما نلقاش المحلات ديال داك الكوان فين حطامو الطاكسي، ما نلقاهمش مسدودين، حيت على الاقل الا لقيت شي محل غنلقى فيه الكاميرات ونسولو نشوف فين مشاو. وفعلا داكشي اللي كان سبحان الله العظيم غير وصلوا لديك البلاصه فين نزلات. قال له راه هنا فين نزلتها. قال له داك الشيفور ديال الطاكسي، انا غيقولوا لمول الطاكسي صافي وقفنا هنا. كانوا نزلوا قبل من محطه وحده، يعني قبل محطه من التيرمينيس، محطه ديال التيرمينيس فين غادي توقف الطاكسي. نزلوا هما قبل من محطه ويمشيو ديريكت قصدوا واحد المحل كان عندو الكاميرات، وقالوا سبحان الله يلاه بغى يسب هنا. وقفوا ليه وبداو كيرميو عليه العار، الله يرحم ليك الوالدين لما تعامل معنا، اشنو كاين. عبدوا له ليستوار من أ حتى لزيد، لقاو حتى هو ولد الناس، هو يقول لهم ماشي مشكل. وبدا كيراجع معاهم الكاميرا، رجعوا لذاك الوقت بالضبط اللي حطوهم في مول الطاكسي، وفعلا بانوا باللي نزلوا من الطاكسي ويشيروا لواحد التريبورتور. ديك المدينه كان التريبورتور كيدير فيها الترانسبور بزاف، كانت محطه ديال صحاب التريبورتورات. كانوا التريبورتورات كيهزوا البلايص، ملي شافو مول التريبورتور زوموا عليه مزيان صدق كيعرفو مول المحل. قال لهم هذا راه سميتو فلان، راه غادي تلقاو غير في المحطه. قالوا له الله يرحم ليك الوالدين، هو يمشي وقصدوا المحطه ديال التريبورتورات. مشاو للمحطه وبداو كيسولوا على فلان. هنا صحاب التريبورتورات قالوا لهم بلي راه خونا صافي، راه ما كيخدمش في هذا الوقت، ولكن الا بغيت نمشيو عندو للدار راه دارو كاينه غير في واحد السيكتور هنايا قريب. فعلا داكشي اللي كان نعتو لهم الدار هو يقصدو داك الكوان. ملي وصلوا للزنقه، المهم كانت واحد الحومه شعبيه، تلاقاو شي دراري وسولوهم على فلان اللي عندو التريبورتور. قالوا لهم ايه كاين خونا راه هي دارو. مشاو عندو للدار وبداو كيدقوا، هو يخرج ليهم نيته هو. هنا قال لهم شنو حب الخاطره سيادي، انا راجل غيدخلو ديريكت في المسكي. وقال له اش غنقول لك، سمح لينا سيدي بعدا جينا عندك في هذا الوقت، ولكن راه الامر كان استعجالي. قال لهم ياك لاباس. رد عليه راجل هو يقول له مراتي راه جات من المدينه الفلانيه، وملي حطها الطاكسي شيرات ليك وانت اللي هزيتيها هي واحد السيده راه كانت لابسه النقاب. عارفك تقدر تعقل وتقدر ما تعقلش، ولكن انا غنوريك التصويره باش نعاونك تذكرهم. فعلا ورات التصويرة، مول التريبورتور شد عدو التليفون وبدا كيزومي مزيان. هو يقول له ياه ركبات معايا هاد السيدة جويل 5:30 تقريبا ديال العشية، ورا وصلتهم غير لواحد البلاصة ما بعيدة شي بزاف، مسافة واحد 20 دقيقة ديال الطريق. يا لطيف ديك المرة اللي كانت مع هاد السيدة دي ما كان فيها ما يتلبق، كانت غادية وكتقول لي يا سربي ما تسربي. وملي نزلوا باش يخلصوني بدات لي الفلوس وقالت لي تفو على سوقان عندك بحال غاديين فوق شي فكرون. انا ما جاوبتهم شي حيتاش ما شان دبز مع النساء. هادشي اللي واقع سيدي والله القسم. هنا قال له راجلها واخا سيدي دابا شوف البلاصه اللي نزلتيهم فيها تقدر توصفها ليا بالضبط؟ قال له ايه، غتمشي غتشد التريبورتور وغادي تقول له يحطك حدا المسيمسات. المسيمسات واحد البلاصه معروفه في هذا الكوان هذا اللي نزلت فيه مراتك، وراه حتى هي نزلت بالضبط في المسيمسات، وراه في هذا المسيمسات نزلت حدا واحد المحل ديال تاك الزارت راه فيه الكاميرات. الا بغيت تتعامل معاك راه غادي يرد الكاميرات وتشوف مراتك فين مشات. شكرو السيد وقال له الله يجازيك بالخير، هو يديماري ولدك الكوان. فعلا واحد نص ساعه مجانيه كانوا في المسيمسات. ملي وصلوا لقاو داك القزار مسدود غير هو عندهم الزهر، لقاو انفاس معاه واحد الفرماسيان كان فيه لاكارد ديك السيمانه وكان كيحل 24 ساعه على 24. المهم ملي وصلوا تما شاف السيد تاعي هو يقول داك مول الطاكسي اللي كان جا معاه شغنديرو دابا. قال له يلا نمشيو لداك الفرماسيان.
الا بغيت تعامل معنا راه غادي يرد الكاميرات. قال له وعلي. فعلا مشاو لعندك مول الفرماسيان، تلاقاو مول الفرماسيان شخصيا كاين تمايا، عاودوا له المشكل من ا حتى زيد وبلي راه جينا من المدينه الفلانيه، عافاك لما تعاون معنا. لقاو حتى هو ولد الناس وقال لهم ايه مرحبا. ردوا الكاميرات لديك الوقت، لقاوهم فعلا نزلوا ومشاو دخلوا لواحد السيكتور، تما كان الحد ديال الكاميرا البلاصه اللي كتضرب عليها. ولكن الغريب في الامر واحد الخمس دقائق تقريبا وغير من ظهرهم، حيتاش كانوا بقاو كيتفرجوا في الكاميرات ما حبسوهمش، كانوا كيهضروا مع بعضياتهم. انا غيضربوا على ديك السيده اللي كانت منقبه، ديك السيده اللي كانت لابسه داك النقاب، رجعت غير بوحدها وجات ديريكت عند هاد الفرماسيان اللي تبطبط، جات عدو خدات عدو شي حاجه. انا قال له الله يجازيك بالخير لما شوف ليا شنو خضات. قال له ايه، الكاميرات كانوا على برا وعلى الداخل الفرماسيان، خونا غير الكاميرا لديك الوقت بالضبط وغيضرب على اختنا كانت خضات واحد الفانيد ديال الناس. الكاميرا اللي كانت لداخل كانت كتسجل صوت وصوره. بدا سبعاش قالت لهذاك خونا اللي كان خدام ديك الوقت، حيت ما كانش ديك الساعه الطبيب مول الفرماسيان، كان غير واحد خونا اللي شاد لي الخدمه كيكون بلاصتو ملي ملي تيكونش هو. بدا كيحاول يسمع شنو قالو، قالت له عفاك عطيني شي فانيد ديال الناس يكون دقه بطلاره، واحد الوالده عندي راه مريضه مسكينه وراه هرب عليها الناس شي 15 يوم. هادي خونا قال لها اش نقول لك، راه ما نقدرش نعطيك شي فانيد ديال الناس بلا وصفه طبيه، يعني خصك ضروري لوردونونس. قلت له الله يجازيك بالخير، غير عطيني والله ما تخاف، نرى غي على حساب الوالدة. وبدات كتطلب وترغب فيه، وهي تمد له واحد 50 درهم أبار الفلوس ديال الفانيد. قلت له هاك هادي ديالك. خونا تشرات لي مسكين تا هو، ولكن المهم عطاها الفانيد وهي الدماري في حالاتها. أنا راس الخيط بدا كيبان اللوم، ولكن الراجل السيده اللي اختفات ولا اللي جات مع المنقبه شد فراسو مسكين وما بقى عارف ما يدير، بقى عارف لا ما يسبق ولا ما يوخر. يقول له الطبيب اللي كان شاد الفرماسيان، اسمع سيدي القضيه راه تقدر تكون خامجه شويه، داكشي علاش خصك ضروري ومؤكد تمشي لعند البوليس. انا راه كنعرف واحد الضابط غنصيفطو عندك، قول لي غير صيفطني الطبيب الفلاني، هو راه غيعاونك، راه هو اللي شاد هاد السيكتور هنايا. قبل ما يرد عليه راجلها ويقول لي اه ولا لا، غادي يصوني التليفون ديالو. هز التليفون لقى واحد النمره ما مسجلاش عدو في الريبيرتوار، ملي جاوب غيجاوبو واحد الصوت غليظ بحال الا شي حد مغلط صوتو بشي ابليكاسيون ولا شي لعيبه بحال ما هكا. سمع السي كوريت، بلا ما تقلب على مراتك غيعتبرها راه مات من دابا، راه مسكينه خلصت غير داكشي اللي كنتي نتا كدير، بنات الناس راه ماشي لعبه في يديك. انا خونا غيجاوبو قال له علاش مغلط صوتك، اكيد انك انت امراه، شكون انت غير قولي ليا شكون. خونا ولا اختنا اللي كان معاه في التليفون بدا كيضحك، هو يقول له برافو عليك، برافو ملي استنتجتي بلي راه انا امراه، اكيد انك عرفتي بلي انا وحده من الضحايا ديالك. المهم واخا انت تبلغ ولا ما تبلغش، تمشي عند البوليس ولا بلاش، هادشي كاع ما كيهمني، المهم دي هو نشوف الحزن والحسره في عينيك على مراتك. وكانت هادي اخر جمله قالها ولا قالت هاديك ختنا اللي صونات للسيد، هو تقطع التليفون. انا خونا ولا وجهو كيضرب بالالوان، قال له داك الطبيب مالك اشنو قالوا ليك، ياك لاباس. عاود له لافير وقال له الكلمات اللي سمع في التليفون، ويقول له راه ضروري خصك تمشي لعند البوليس ضروري، هادشي راه ما بقاش ديال انك تفكو حبيا، ضروري ما يتدخلوا البوليس في هاد الخماجه هذا. مراتك الشريف راه تخطفات، واش عرفتي شنو هي التخطفات؟ راه التخطفات خصك تبلغ. انا خونا ما كان عند الميت ما يدير قدام غسالو، قال داك الطبيب عافاك لا ما صوني ليا لداك الضابط ودير معنا هاد المزيان الله يجازيك بالخير. قال له الله يا ودي مرحبا، صون عليه فعلا. اختصر له الموضوع وقال له انا غنصيفط لك السيد اللي وقع له البلان. قال له صافي صيفطو ليا، انا دابا نيت راه شاد لاكارد في الكوميساريه، فعلا غادي يمشي عدو
التاكسيد هو وداك مول الطاكسي. مول الطاكسي مسكين اللي تاهو تجرجر في هاد البلان هذا. ولكن قبل ما يدخل الكوميسارية قال له شوف السي فلان هذا على مول الطاكسي زعما غيصير في حالك دابا الله يجازيك بالخير هاكا باش تركب على الخلصة ديالك ديال الروسيطة سيرو بلغ هادشي اللي سمعتي وهادشي اللي شفتي بلغو المالين الدار تاعنا ومالين الدار ديالها. قال له واخا الله يسخر داكشي اللي كان مول الطاكسي ديما راه في حالاتو هو يدخل خونا بوحدو للكوميساريا. ملي وصل داك الضابط قال له مرحبا دابا عاود ليا البلان عاود ليا شنو وقع. بدا خونا كيعاود له وعاود له كلشي من الف حتى للياء. انا قال له الضابط ديك السيده ولا السيد اللي يهضر معك في التليفون علاش قلتي انت بالضبط راه سيده؟ قال له حيت مغلط الصوت. و هنا سكت هو يقول له لا غاهضر غاهضر. قال له شغنقول لك سيدي راه انا دوزت بزاف ديال العلاقات في حياتي قبل ما نتزوج وديما كنت كنسالي معهم العلاقه ومن بعد ما كناخذ داكشي اللي بغيت. المهم انا قلت باللي هذيك اللي صونات ليا غتكون مرا هادشي اللي قلت في راسي والله اعلم تقدر تكون شي وحده من هذوك البنات اللي كنت كنعرف ولكن تقبياش شاف وقسم بالله ما بقيت كنعرف شي وحده من نهار تزوجت ومراتي كنبغيها راه ما نعاودش ليك. انا قال له الضابط واخا عطيني تليفونك عطيني داك النمره اللي صونات ليك عطاها لي. قال له انا غنحاول نتبعوا هاد النمره هادي فين كاينه نحاولوا لوكاليزيو الكوان ديالها ولكن هادشي راه ما غنديرو حتى الغدا حيتاش الناس اللي كيديروا هاد لوبيراسيون هادي راه خارجين دابا راه مشاو ينعسو. قال له خونا واخا وعلي هذاك السيد غيبات في الكوميسارية ديك الليله كامله الغد ليه كان كيساين غير الناس اللي مختصين بهادشي ديال التتبع ديال التليفونات وهادشي ديال لوكاليزاسيون وداكشي اللي كان جاو مع ديك 8:30 تقريبا. خونا الليل كامل وما شافش الناس الجفون ديال عينيه ما غمضوش بدا كيفكر غي شكون هي اللي غادي تكون تقدر دير هذا الفعل هذا من دوك البنات اللي كان كيعرف. اما التليفون كان كل مره يهزو ويصوني لمراته والو كان كيصوني حتى لديك النمره والو ما كتجاوبوش. المهم الغد ليه انفو جاو دوك الناس حاولوا يلوكاليزيو الكوان لقاو بلي داك التليفون صونا من ديك المنطقه ديك المنطقه نيت فين نزلوا يعني كانوا قراب غير تماكين. تحركات الفرقه المعنيه بالامر لذاك الكوان تشتتو تما وبداو كيقلبوا بداو بعدا بالكاميرات اللي كاينين تما في اي محل وفعلا داكشي اللي كان نعمه الكاميرات راه والله نعمه كبيره والله القسم. غيتلاقى واحد مول الحانوت كان داير الكاميرات كان حداه واحد الموبل وغيشوفوهم تطلعوا لذاك الموبل وغيشوفوا ديك المراه المنقبه وهي نازله وتبعوها بالكاميرات ديال المحلات الاخرين تلقاوها فعلا مشات لعند الفرماسيان ورجعت وطلعت عاود تاني لذاك الموبل. انا غادي يشدو في الكونسيرج ديال داك الموبل قالوا له شنو سميتك بعدا. المهم بداو معاه في الاستنتاق. المهم اللي دخلوا ليه في المسكي قال لهم ايه هاد السيده راه جات عندي شي يومين قبل كرات عندي واحد البارطمان وراه جات البارح جات هي واحد السيده اخرى ودخلوا ليها. البوليس غيقولوا له واخا فين هي هاد الدار؟ قال لهم كاينه في الدوزيام ايطاج. طلعوا للبارطمان بداو كيدقوا ولكن والو ما كاينه ودينا اللي تسمعهم. انا غيقولوا للكونسيرج واش عندك الساروت الدوبل ديال هاد البارطمان؟ قال لهم لا انا غنشوف السانديكا هي اللي عند من غنلقاه. فعلا حضر السانديكا وجابت معاه الساروت باللي بداو كيقرقبوا الساروت بداو كيسمعوا بحال الا شي حد كاينين لداخل بحال شي حد مسدود ليه فمو كيبغي يغوت ولكن ما قادر شي. المهم حلو دخلوا هو يتلاقاو مرات السيد مكتفه بالقنان بهم سكوتشي ليها فمها وتلاقى وحدها واحد الدريه تكون عندها ديك 26 سنه هكاك في العمر سخفانه ولا ميته ولا الله اعلم. المهم مضروبه في يديها ديك البلاصه فين كيكون العرق بحال الا حاولت تنتحر ولا انتحرات كانت طايحه وسط ضايه ديال الدم اللي كان خرج لها من يديها. المهم حيدو السكوتش
على فم السيدة اللي كانت تطفات وبدات كتبكي وكتقول للراجل عافاك ديني من هنا ديني من هنا. واحد اللحظة وهي تغيب. المهم جات لومبيلونس زات هذيك المرأة اللي كانت مضروبة في يديها وزات هاد المرأة اللي مغيبة ومشى معها حتى راجلها للسبيطار. انا البوليس غيبدا يدير التحقيقات ديالو من بعد يومين وهما في السبيطار غادي يجيو البوليس حيتاش كانت اختنا غيبات يومين عاد فقط. جاو البوليس وقالوا لا قولي لنا لالا شروق تقدري دابا تهضري معنا ياك. قالت لهم نقدر نهضر. قالوا لا يلا قولي لنا شنو وقع. قالت لهم هذيك البنت اللي شفتو راه سميتها منار راه كانت تاهي من السيكتور ديالنا السيكتور فين ساكنين. كنت واحد المره خرجت نتقضى وهي تقابلني قالت لي انتي هي فلانه مرت فلان. قلت لها هنا دخلت لي ديريكت في المسقي وقالت لي انا راه كنت مصاحبه مع راجلك وراه باقا مصاحبه معاه الى يومنا هذا وراه كيساين غير الفرصه فين يدخلوا شي فلوس وغيطلقك بهم. انا في الاول ما تيقتاش وقلت لها سيري 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 الله يسهل عليك. قالت لي واخا عطيني ها النمره ديال التليفون ديالك وغادي نوريك كلشي. ايوا عطيتها النمره ديال التليفون وفعلا بدات كتصيفط لي الاوديوات ديال راجلي اللي كان كيصيفطهم ليها ملي كان كيقول لها انا راه كنبغيك ومراتي ما كنبغيهاش راه غي صابر وصافي وندمت علاش تزوجت ورا دابا نطلق نشد غير واحد البريم من الخدمه غادي نطلق ان شاء الله. ما نكتبش عليك ملي سمعت دوك الاوديوات النار ديال الغل غلغلات ليا في الغلوغي وغلغلات ليا حتى في قلبي حتى وصل داك النار اللي قالت ليا اجي الا بغيتي تعرفي راجلك راه غادي نمشي وانا وياه نتزوجوا من وراك غنمشيو نديرو زواج الفاتحه واذا بغيتي تشوفي نتلاقاو ونديك حتى للدار الدار فين غادي نتزوجوا. تانا تيقتا كي لبيلا ايوا ومشيت معاها شدينا الطريق حتى لقينا راسنا في هاد المدينه. ايوا من بعد قالت لي راه هي البارطمان راه تما فين كيسايني راجلك. ما نكذبش عليك ملي دخلت وانا مصدومه كنساين غي يبان ليا واحد اللحظه معنا دخلت وانا زربانه كنقلب في الشنابر ما بان ليا والو حتى هبطت عليا بشي حاجه ما عرفتهاش شناهي هبطت عليا بها الراس طحت مغيبه ملي فقت لقيت راسي مربوطه في داك الكرسي ومدير ليا سكوتش في فمي. انا غادي تعطيني واحد العصير قالت ليا شربيه ما بغيتش في الاول حيدات ليا سكوتش وقالت ليا شربيه بز منك. ما كان عند الميت ما يدير قدام غسالة وقلت انا واقيلا راه شي سم هذاك ولكن شربته حيتاش كانت سدات ليا نيفي وكانت وركات ليا على حناكي باش يتحل ليا فمي وبدات كنشرب داك الشيء. واحد اللحظه غيبت ما حسيتش براسي تنست ملي فقت تاني لقيت داك الديكور اللي شفته داك الديكور الشنيع لقيت السيده طايحه وغارقة في الدمايات ديالها. انا الضابط غيقول لها واخ انا غيسول راجلها قال لي انت كنتي كتعرف ديك السيده. راجلها حضر راسه وقال لي كنت كنعرفها ولكن راه قبل الزواج هذوك الضيوات راه ما عرفش واش غير اخترعاتهم ولا كاين شي ابليكاسيون كدير ديك الخدمه ولا ما عرفت. انا بدا كيشوف فيه الضابط يشوفات معه وماش ويقول له عبدي لا اله الا الله راه انت راه ما معاهم لعب راه ديرها في شي وحده راه تنتقم منك تنتقم علاش كتكذبوا على بنات الناس علاش. هنا بقى حاضر راسو ما كان عنده ما يقول ويقول له الضابط المهم من هذا الشيء كامل راه السيده راه مات ولكن راه خلات واحد الريكورد خلات واحد التسجيل خلاته في تليفونها وهادشي كان قبل ما تموت خلاته دابا راه عيطنا لوالديها يشوفوها في الامورك ويسمعوني تا التسجيل اللي سجلات. فعلا داكشي اللي كان الخوت والديها جاو شافوا بنتهم
لا يوصل شي مسلم لديك الحالة. كانوا في واحد الحالة خايبة بزاف، خصوصا فاش تجمعوا كاملهم في الكوميسارية وفي البيرو ديال الضابط، وبدأوا كيسمعوا التسجيل ديال ديك البنت، التسجيل اللي خلات في تليفونها واللي كان فيه هاد الشي. انا كنت كان بغيك وعمرني بغيت شي حد بحالك، ما كنتش عارفه باللي راك انت كنتي غير كتفلى عليا. ملي عرفتك تزوجتي حلفت باللي ما غاديش نخليك ترتاح. دوك الاوديوات صوبتهم غير بواحد لابليكاسيون غير باش نجيب مراه تكون عدبك شويه، ولكن ما قدرتش عين ادي احد. هي مسكينه ما عندها لا جمل لا ناقه في هذا الشيء. كنت باغي نعدبك انت، انت اللي بغيتك تعذب وبغيتك تشوى قدام عينيا. داكشي علاش مراتك ملي جبتها قبالتي ما قديت ندير ليها والو، ولكن قلت خصني نخليك تعيش بتأني بالضمير مدى الحياة. امي وبا سمحوا لي، هادشي ما درتوش من راسي، هادشي راه درتو حيتاش كاينه شي طاقه فوق طاقتي هي اللي خلاتني ندير هادشي. راه كنسجل لكم هاد الفوكال هذا والدمايات كيشرشروا ليا من العرق ديالي يدي اليسريه. راه انا اللي ضربت يدي بالموس، وراه ما عدات السيده تاع علاقه بموتي. بابا ماما طلعوا في بعضياتكم وسمحوا ليا بزاف، وانت فلان الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. انا تحبس الريكورد وطلعت القضيه قضيه انتحار. اما خونا فراه رد العلاقه بينه وبين مراته كيف كانت، حيت كان ديجا عاود ليها بلي كان كيعرف بزاف ديال البنات. مراته مسكينه كانت فعلا حامله، ولكن طاح ليها بنادم بسبب داكشي اللي دازت منه. وهذه هي القصه ديال الجلسه د البارحه ولدي زكريا. شتي على قصه كي خامجه من خماج الوقت؟ رد علي زكريا وقال لي وياه لا سبحان الله العظيم، هاد الحب هذا فشكال، كيما كيحيي القلوب كيقدر يقتلها. قلت له اياه هذا هو الجزاء ديال اللي ما كيعلقش قلبه بحب الله. القصة الخوت قصة حقيقية من الارشيف ديال المحاكم، قصة وقعت في واحد البلاد غير بلادنا. فكرتني هاد بلاد غير بلادنا غير بديك اللعيبة اللي كنا كنلعبو بها في الصغر، ديك الجملة ديال تمشي لبلادنا تخاف من كلابنا. ف الله يسترنا الخوت فوق الارض وتحت الارض ويوم الارض، والله يدينا في الضو. تران ديال هاد القصة الخوت كانت هادي هي التيرمينيس ديالو. فتصبحوا على خير، صباح الخير، بونجورني، على حساب الوقت والمكان، وهذا مكان تالله.